امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء اتكلموا في مؤتمر صحفي عن الخطة اللي بتشتغل عليها الدولة في ظل الأزمة الأوكرانية والتوجيهات الرئاسية بتوفير رصيد احتياطي دائم من السلع الاستراتيجية، وكان في رسائل طمأنة للمواطنين بأن السلع موجودة وبكميات مناسبة، لكن بلاش حد يخزن أي سلع. تحرص الحكومة في مختلف الأزمات والتحديات على اتباع نهج الشفافية والمكاشفة وتوضيح الحقائق للشعب المصري. هذا ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، قائلاً إن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها وأثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست أثارها بالتالي علينا في مصر، موضحاً أن الاقتصاد العالمي مر بالعديد من الأزمات منذ عام 2008، وكلما بدأنا نتعافى من أزمة تتبعها أزمة أخرى جديدة. وعلى الرغم من أننا كنا على وشك التعافي من أزمة كورونا وما تلاها من أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، ظهرت الأزمة الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل دول العالم، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة أثرت على اقتصادات العالم والأسواق المالية. وكان من الطبيعي أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التي طالت كل بقعة في العالم، فنحو 35% من التضخم في مصر يرد من الخارج تأثراً بتلك الموجات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أيضاً أن الدولة تعي وتدرك تماماً شكوى زيادة وغلاء الأسعار، ولذا فقد قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية ومنذ بدء موجة التضخم العالمية بالعمل على مدار الساعة لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم، كما أوضح أن الحكومة المصرية دائماً ما تراعي البعد الاجتماعي، ولذلك تركز على سبل استيعاب الآثار الناجمة عن هذه الموجات التضخمية بأكبر قدر ممكن. وأوضح كذلك أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، كما أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطي من السلع الاستراتيجية، مع التشديد على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق ومنع تخزين السلع أو إخفائها. وأكد أن الدولة المصرية ستكون قادرة على تخطي الأزمة الراهنة، حيث أثبتت الدولة المصرية مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات والاستمرار في عملية التنمية، كما تشدد الحكومة على دور المواطن خلال هذه المرحلة، والذي يتمثل في التمسك بالوعي وترشيد الاستهلاك، وهي نقطة هامة جداً، فضلاً عن التوقف عن التزاحم على السلع والتفكير في نهج تخزيني أو المغالاة في استهلاك السلع.